الكشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها، يعني تكون مودرن وتناسبنا حنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهدلة وقرف زي أشكالكم آخر مرة. كنا تسب يا عيال. لا لا نتمشى، ودها تشارك بس. تاكم تبون متان به ربيع وخضار، به روت تخريم والعج، وتاكم تبون متان به طعوس، هذا بمرق الخرار بس تراه زحمة، وبوه متان ما يدلونه الناس جهة الغطغط. يا ابوي اخلص علينا، ايش قاعد تقول انت؟ خرخر وغطغط اهدى من كذا. نركب السيارة ونلفلف، نشوف اي تراب نقعد فيه، هذا هو البر. يا اخي ماني بشيء بعيد، نبي كذا اذا حركنا 7:30 نوصل 8. 7:30 الصبح الا عقب الفجر على طول مع شقة النوم. جعل بطن عدو يشك، حنا قصدنا 8 الليل. اما عاد 8 الليل يا عيال، سلامات يا اختي، رايحة عرس انتي. وين؟ انا عندك ذا التعب والتجهيز، تبينا نكشت في الليل، حلات البر في الصبح. اقول فاضي انت، قوم صباح الله خير. لا والله حلات الويكند نوم. فاضيين ذولي. والله. لحظة لحظة، انتوا ايش قاعدين تسوون؟ اجتماع تحديد مكان الكشتة. لا 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 لا، خلاص انا حجزت مكان كشتة مرة حلو، كشتوا فيه بنات خالتي السنة اللي فاتت. المهم ابرسل لكم اللوكيشن، وعلى كل حال قريب يعني بعد 10 دقائق من هنا بس. يا ابوي كشتين بالدايري ذولي. يلا بنات 3 2 1 تشيز. احنا وين؟ في الكشتة والجو يفوز. سلامات يا ابوي، جالسين في نص الشارع كاشتين ولا متعطلين؟ مالك دخل، هذا مكاننا، اذا مو عاجبك لا تقعد. بعدين وش ذا اللمبات؟ عرس عايده. سوي تنكت انت طاقيتك اللي كانها غطا شطه. بعدين ما لومك، ما تعودت على الترتيب والاجواء. اقول يا ابو حمود، ما ودك تكمل نبلات رايحيك؟ كون عنب بس مكاني. اجلس اجلس يا ولد الهاص. يلا بنات صوره صوره. لا 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 مو حلوه مو حلوه، اصبروا. نفس جو الاستراحة، ما في أي فرق، بس هناك بيننا وبينهم جدر، هنا سيارة. ليش ما نجي هنا كل يوم ببلاش بدل ما ندفع لأبو عبيد إيجار الاستراحة؟ أقول سمعنا شيء يا صالح، وفكونا من الاقتراحات النايمة ها؟ والدب شاهي خفيف ومخدر بذتنكة، واللي تصبح عجوز تمشي وتدق رقبا، تمشي وتدق رقبا. يا الله وش الاغنيه القديمه ذي، من وين جبتها؟ هذه من مسرحيه المهابيل. اوه ذكرتها، اللي فيها خالد سامي الله يرحمه. الله يرحمه. تبين قهوة؟ لا مستحيل. ليش وشو؟ سيارات حرارية بعد؟ لا بس ما أحب أشرب كافيين بالليل، أخاف يسهرني. يا الله يا ليتني جايبة هوت شوكلت. شاكوش يصك راس العدو، يوم إنك ما تبين قهوة ليش خليتيني أصب؟ طيب وراك قلبتي علي، عادي خلاص اشربيها ولا عطيها واحدة من البنات تشربها، أنا بطلب هوت شوكلت من كيان. ملاك؟ نسيت التوصيلة، وشلون بنشغل الشواية الكهربائية الحين؟ هذا أنت قلتيها كهربائية، يعني التوصيلة تجي قبل الشواية، شلون نسيتيها شلون؟ خلاص عادي الحين بطلب توصيلة. لا 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 خلاص ما له داعي، اليوم بنشوي على الفحم. اوه نسيت الولاعة. يا ربي هذه اللي بتجنني. سلامات يا مي زهايمر، معليش وشو لا جاية معنا دامك ناسك اللي موصينك عليه؟ يا بنت الحلال خلاص روقي، طالعين ننبسط، الحين بطلب ولاعة. بس هذا اللي فالحة فيه، بطلب وبطلب، رايحين البقالة ومقضين 16,000 عربية عشان نجي هنا ونطلب؟ مرمانت عليكم وعلى اللي يطلع معكم. ها ها خير انت وياه؟ عندك فاهم يا لبا؟ اقول اذلف لاصك قبل التلمس الحين. فديت المعصبين انا. تبون لفه؟ اكه اكه في الدكه.
تعالوا معهم العجل العجل اسبوعين تجهيزات واخرات اغراضكم كلها طلبيات طلعتكم ذي تشبه كل شيء اللي نكشته اوكي يا الرحاله يا طير البار ذبيت خلصت الحين وش تبي انت وياه لا 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 ما نبي شيء بس لو تفكونا على طاولتكم دي 10 دقائق نتفاهم معها وانتم روحوا على فرشتنا اطفحوا البيتزا ذي اي والله هذا الاقتراح الزين لانكم واضح انكم ما استغليتوها صح يا نيروبي ذبيت خلاص ايه